يا اهلا اهلا. انا مش انا يا دكتور، القصه دي بتحصل مع ناس كتير جدا في الدايت، اللي هي ايه، شخص كان من فتره عامل دايت لوحده او ماشي مع دكتور تغذيه ووصل نتيجه اللي هو عاوزها، وبعد كده حصلت ظروف ورجع زاد في الوزن تاني، خد القرار ان هو يرجع تاني ليعمل دايت، وبالتالي اشتغل بنفس الانظمه اللي كان ماشي بيها وطلع فايلات الدايت اللي كان ماشي بيها مع الدكتور. بيتفاجئ بقى ان هو جسمه بيستجيبش الانظمه دي زي قبل كده، او استجابته مختلفه. انا كنت بنزل 5 كيلو و6 كيلو في الشهر، دلوقتي انا بنزل كيلو و2 كيلو. في الحقيقه ان دي حاجه طبيعيه جدا، لان انت مش الشخص اللي عامل دايت قبل كده، عمرك، تحاليلك، حالتك الصحيه، مجهودك، طبيعه نومك مختلفه عن قبل كده، احيانا كمان الهيستوري بتاع الدايت، بمعنى المره اللي فاتت انت كنت شخص بيعمل دايت لاول مره، المره دي انت تاني مره او ثالث مره او رابع مره، والحاجات دي كلها بتفرق في الدايت. اخر حاجه كمان، في فروقات كبيره جدا بتحصل للبنات لما ينتقلوا في مرحله عمريه، البنات قبل الجواز غير البنات بعد الجواز والحمل والرضاعه والولاده، في تغيرات هرمونيه كبيره جدا تخلي ان البنت بعد الجواز غير خالص البنت قبل الجواز، وبالتالي ما تشتغلش بالدايت بهيستوري الحاجات اللي كنت تعملها قبل كده، لا، اتعامل معاها انها بدايه جديده، لان جسمك دلوقتي غير جسمك قبل كده، واستجابته مختلفه عن قبل كده، اختلافات كبيره جدا. لايك وشير وفولو الفيديو عجبك، ما تنسوش يا جماعه الدايت دايما في دراما. سلام.